إصابة طفل بجروح جراء انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات قصف صاروخي سابق على بلدة حيان بريف حلب الشمالية. انفجار عبوة ناسفة بسيارة عسكرية لقوات سوريا الديمقراطية في بلدة شحيل شرق دير الزور دون أن يسفر عن وقوع ضحايا في صفوف المدنيين. وفاة شابين يركبان دراجتين ناريتين بحادث مروري عقب اصطدامهما أثناء تسابقهما في مدينة حمال خاضعة لسيطرة النظام. مصدر طبي يصرح بتفشي مرض الليشمانيا في مدينة حما وإصابة 1500 شخص خلال الشهرين الأخيرين. السلطات اللبنانية تحيل 10 سوريين إلى المحكمة العسكرية الدائمة وتوجه لهم تهمة القتال في سوريا ضد قوات الأسد. الضباب الكثيف يؤدي إلى إغلاء أو إلى إلغاء 10 رحلات داخلية وتأجيل رحلات دولية في مطار سيدني بأستراليا. حدوث ارتفاع طفيف في أسعار صرف الليرة السورية لتسجل 598 ليرة للدولار الواحد و681 مقابل اليورو و104 ليرات أمام الليرة التركية.